حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب استشاري طب الأسرة الدكتور هيثم العبيدي. مرحبا بك دكتور هيثم. إذا بداية دكتور، هناك تحذيرات ل34 بلدا من بينها العراق، سيصلها الضرر الأكبر يعني في عدد المصابين بكورونا. طبعا أمام هذه المعطيات برأيك، ماذا يتطلب على العراق فعله؟ والله مساء الخير وتحياتي لحضرتك ولجميع مشاهدي القناة في كل مكان. يعني هذا مؤشر حقيقة، يعني جرس انذار. اذا احنا تخلينا في ال 34 دولة المرشحة للانهيار بسبب المرض، وبالتالي لازم نتخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وكافة الاجراءات الوقائية اللي ممكن نتخذها بداخل العراق، لان العراق مثل ما تعرف حضرتك يعني الامكانيات بي محدوده. فشنو نقدر نسوي حتى نقلل من عدد الاصابه؟ اكيد هي نفس الامور المطروحه سابقا واللي نعيدها مره ثانيه، وهي الحجر المنزلي، الالتزام بالحظر، الالتزام بالكمامات، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الوعي الى خطوره المرض، الوعي الى عدد الاصابات اللي تزيد بالعراق مع الاسف. طيب هذا كله يتحدث بالحديث عن الحظر دكتور، برايك هل سيكون قرار رفع حظر التجوال في هذه الفتره قرارا سليما اذا ما رفع الحظر فجاه برايك، ام اننا نتطلب وقتا اكثر للتفكير في رفع الحظر؟ لا يعني حضرتك تقصد الرفع الكامل؟ طبعا اكيد ما هذا ما راح يخدمنا في هذه المرحله. يعني الرفع الكامل هذا لازم نفكر به، احنا اصلا الرفع الجزئي هو كان ضرورة ملحة ولكنه يعني بيضار حقيقة على الجهود المبذولة على السيطرة على المرض. احنا ككادر طبي وصحي وكادر وزارة والعاملين بالقطاع الصحي والعاملين بالقوات المسلحة، يعني احنا هذا ضرر بالنسبة لنا من رفع الحظر حقيقة، ويعني سبب خلل وزيادة بعدد الحالات وصار يعني اختبار. رغم التحذيرات دكتور يعني من كون العراق قد يكون بؤرة أيضا بسبب أصحاب الدخل المحدودة. نعم دكتور، رغم حالة التحذير بأن يكون العراق ضمن ال 34 دولة التي سوف يتفشى فيها المرض، لكن الكثير من المراقبين العراقيين يرون أن العراق يعني ليست لديه تلك حالات الإصابة التي وجدت إذا ما تحدثنا عن تركيا وإيران وحتى بقية دول الجوار مقارنة بالعراق. حقيقة الدول اللي بها يعني أعداد إصابات كبيرة لكن عندها نظام صحي يعني منطقي ومعقول وله خطط واضحة وهناك بنى تحتية كبيرة، هي ماكو خوف من مشكلتها. يعني حتى الدول اللي وصلت الأعداد بها 50,000 أو 100,000 أو الولايات المتحدة أو غيرها، لكن هم عندهم خطط، الخطة أليف والخطة باء والخطة جين، يعني ممكن ينتقلون من وضع إلى وضع إلى أن ينتهي المرض. طيب احنا بالنسبه ان حتى الحالات القليله تشكل عندنا مشكله، لان راح يبقى المرض يدور بالبلد ما راح ينتهي، صحيح حالات قليله لكن راح تبقى يعني موجود، المرض راح يبقى موجود، راح نبقى ننتظر يعني الى ان تظهر اللقاح والعلاج النهائي. عن ايجاد لقاح دكتور؟ نعم عن ايجاد لقاح وعلاج لهذا المرض. طيب لكن وضعنا يعني اليابان مؤخرا. نعم. قالت دكتور، اليابان مؤخرا قالت انها بصدد. نعم. انتاج مصل، اذا كنت تسمعني، اليابان مؤخرا قالت انها بصدد انتاج مصل مضاد للفيروس، رغم التكهنات طبعا بان الوقت سوف يتطلب اكثر من سنه، ما السر في ذلك؟ هل سوف نشهد دواء لمنع انتشار فيروس كورونا ام ان وقت سنه او اكثر من سنه، سنه ونصف سوف يستمر؟ نعم هو هذا المشكلة حقيقة، هو اللقاح ما يطلع في وقت قصير، واحنا يمكن قلناها في أكثر من مناسبة في قناتكم وفي قنوات صحيح. أخرى، يعني موضوع اللقاح ياخذ بروسس، ياخذ عمليات يعني متوالية واستخدام كائنات حية وفئران مختبر وحيوانات مختبر وبعدين يجرب على البشر، فموضوع اللقاح هو أكيد يعني يحتاج وقت، هذا موضوع مفروغ منه، حتى لو كانت اليابان لكنه هو يحتاج وقت. فاحنا انتظارنا للقاح ونترك الموضوع على اللقاح حقيقه هذه مخاطره كبيره. نعم احنا لازم نتخذ الخطوه بالاتجاه الصحيح، يعني احنا لازم نحارب المرض، نحارب العدوى، نقلل من الاختلاط وما ننتظر اللقاح، اللقاح راح يتاخر، اذا انتظرنا راح نبقى المرض يبقى بداخل البلد الى ان يظهر اللقاح.
وهذا شيء خطر حقيقة. نعم، اتضحت الفكرة. استشاري طب الأسرة الدكتور هيثم العبيدي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.